شركة جيميفاي هي شركة ناشئة فلسطينية، بلشتها في أواخر 2017، طلعنا في أول موديل اللي هو MVP بيسموه في بدايات 2018. إحنا ببساطة اللي بنشتغله بنشتغل لقطاع الريتيل أو تجار التجزئة اللي بيبيعوا أونلاين، بغض النظر يعني أي ديجيتال بيزنس ببيع أونلاين أو بتعامل مع الكونسومرز أونلاين بيقدر إنه يستخدم التطبيق تبعنا أو البلاتفورم تبعنا علشان يزيد الانجيجمنت، يزيد التفاعل مع الزباين تبعته وياخد يكسب الولاء تبعهم. يعني احنا بلاتفورم بنعمل انتجريشن مع الويب سايتس الموجودة مع التطبيقات الموجودة، فبنكون زي إضافة زي اد اون على الأشياء الموجودة أصلا. بداية 2017 بلشت في الفكرة لحالي وضلت فكرة يعني على ورق وأفكر فيها، عبين ما أنه تواصلت مع ابتكار اللي هم كانوا أول ولحد الآن I think يعني لحالهم موجودين في السوق الفلسطيني كمستثمرين. فلما دخلوا ابتكار معي على الشركة واستثمروا فيها، قدرت أني أطلع في المنتج الأولي واللي هي مرحلة كتير مهمة في حياة الشركة، أنك تقدر تطلع في منتج أولي تبدي تسويقه ومبيعات وتشغلي الشركة. يعني هلأ إحنا بشكل عام تقريبا 30 موظف موزعين بين مكتبنا الرئيسي في فلسطين في رام الله، عنا مكتب تاني في عمان، وبعدين عنا مكاتب في البرازيل وفي تشيلي في أمريكا اللاتينية. إحنا عنا كل مهندسيننا موجودين في فلسطين وتالنت كتير عالية وكتير ساعدتنا. هلا ابرز صعوبات كستارت اب فلسطينيه، خلينا نحكي من لما بلشنا، اللي هي كيف نطلع في منتج اللي ينافس على مستوى عالمي. يعني احنا يعني شوي اللي بيميزنا انه ابعدنا عن الاي كوميرس ويب سايتس او الدليفري بزنس او الاشياء اللي كتير مكرره، حبينا انه نفوت على فيلد اللي هو سوفت وير از ا سيرفيس، اللي بنبني تطبيق والناس بتصير تعمل سبسكريبشن عليه وبتستعمله كسوفتوير. فكيف نطلع في هذا البرودكت اللي بينافس منافسين عالميين؟ كستارت اب فلسطينية احنا حابين نكون سكسس ستوري لفلسطين ونساهم بتطوير القطاع الريادة والأعمال الناشئة في فلسطين. يعني أنا شخصيا حابب أني أعمل كمان ستارت أبس أو أدعم رياديين تانيين، بس طبعا لازم بالأول أخلص اللي أنا بلشت فيه وأطلع فيه إنه يكون خلينا نحكي شركة عالمية كبيرة. هلا أسبوع الريادة العالمي باعتقادي فعالية كتير مهمة عنا في فلسطين، لأنها بتعمل أكتر من شغلة مهمة. الأولى إنها بتذكر الكوربريتس، خلينا نحكي الشركات الكبيرة، إنه في إشي اسمه رياديين صغار في البيئة الاقتصادية الموجودة عنا. بتفتح عيون الرياديين الصغار إنه أوكي في إيكو سيستم أكبر نقدر نكون جزء منه، نتعرف على كيف الريادة بتصير، كيف الستارتابس تنبنى، كيف نقدر نشتغل مع الكوربريتس. فهو إيفنت مهم اللي يضل الكل انفولفد في مواضيع الريادة ويحفز الرياديين أكتر إنهم يكونوا فاعلين، ويحفز الكوربريتس برضو إنهم يكونوا فاعلين في الإيكو سيستم هذا.